أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 21 أيار جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منكم الطاعات إن شاء الله طبعا القمر لليوم, لليوم الأخير موجود في برج العذراء هو الآن موجود في منزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة واحد وعشرين خمسة لا بعدها القمر لمنزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر لما بيكون موجود بالعذراء أو بأي برج نكتسب إحنا ككل الأبراج من بعض الصفات المميزة اللي بتكون لهذا البرج فعشان هيك بما أنه هو موجود بالعذراء فمعناته بالفترة هاي جميع الأبراج بنعود الآن لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما بنترك لا وردة ولا شاردة دون تفحصها نجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام. نشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديًا وعاطفيًا. ممكن أنه نتفقد أنفسنا أو ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها وجود نهائيًا. هاي الفترة أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول. وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد. طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عندنا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية وحكينا أنه الزوايا بتأثر على جميع الأبراج فبتأخذوا تأثيرات الزوايا وبتضيفوها للتوقع اللي أنا بحكيه للبرج من حركة القمر فبتطلع بتوقع كامل للظروف اللي أنت بتمر فيها خلال هذا اليوم. فاول زاويه عنا يعني زاويه تسديس ايجابيه بين القمر والمريخ وهي راح تكون في تمام الساعه 2 وسبعة 57 دقيقه صباحا بتلوح الفرصه للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام اكثر بصحتنا اكثر من المعتاد اما بالنسبه للزاويه التي تليها فهي زاويه تربيع سلبيه وهي راح تكون بين القمر وبين عطارد وراح تكون في تمام الساعه 11 وسبعة 47 دقيقه ظهرا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيه الطباع. اما بالنسبه للزاويه التي تليها فهي زاويه تقابل سلبيه بين القمر وبين نبتون وهي راح تكون في تمام الساعه واحده واربع وعشرين دقيقه بعد الظهر بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة راح تكون بين الشمس وبين المشتري وهي زاوية تربيع سلبية هاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاث دقائق عصراً هاي الزاوية من طبيعتها بتبدد الحظوظ في أي مسعى منقوم فيه يعني لا تعتمدوا على الحظ نهائيا خلال فترة السبع أيام القادمة لأن الحظ بيكون طبعا معدوم بالفترة هاي وخاصة على المستوى المالي وعلى مستوى الخسارات المالية يعني اللي بيشتغلوا بالمضاربات المالية أو المراهنات أو اللي بجربوا حظوظهم الفترة هاي بدهم يديروا بالهم بشكل كبير اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة مساءً بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة هاي الزاوية تعتبر هي الاخيرة قبل خلو المسار لانه مباشره بعد هاي الزاويه بيبدا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدا الساعه 7 و55 دقيقه مساء وراح يستمر اليوم التالي اي ليوم السبت حتى تمام الساعه 1 و35 دقيقه فجرا وهذا بيعني انه الفتره المذكوره لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبه او زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار. بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 10 أيام في تمام الساعة 10 و57 دقيقة صباحا بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة 70%. أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحسة حتى ساعات الظهر بعدين بتصير سعيدة بنسبة خمسة في المية يعني انتحاستها أو إيجابيتها خمسة في المية أما بالنسبة للقمر في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين خمسة منتحس بنسبة خمسة وثلاثين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهره في الجوزاء حتى يوم 2/6 سعيد بنسبه 20% اما بالنسبه للمريخ في السرطان حتى يوم 11/6 سعيد بنسبه 60% المشتري في الحوت حتى يوم 20/6 سعيد بنسبه 15% زحل في الدلو حتى يوم 23/5 منتحس بنسبه 10% أورانوس في الثور لغاية عشرين ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ونبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة وبعدين ببدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل: أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم هذا اليوم دون المبالغة في ذلك. يعني حاول إنك أنت تعمل الأعمال الموكلة لإلك، ما تبدأ بشيء جديد، وحاول إنك تنجزه على أكمل وجه، وانتبهوا لغذائكم وراحتكم. ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء. نظم عملك بشكل جيد، ما تهمل الواجبات. حاذر من التبذير على المستوى المالي وبرضو انتبه لأموالك ممكن اليوم تعالج مسائل مالية وتجد حلول لفواتير المتوجبة عليك أو بعض الدفعات المطلوبة منك برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لأن القمر صار موجود في البيت الخامس وهو بيت الحظوظ. ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ولا العاطفي. حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك. حاول إنك تبدأ بأشياء جديدة حتى لو كانت ترفيهية. اليوم مناسب جدا لكل الأمور حاول إنك تثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجازات. ثابر واجتهد لأنه هاي أيه هذا يوم مميز بالنسبة لإلك. برج الجوزاء ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خلال هذا اليوم بما أن القمر موجود في بيت البيت يعني بيت العائلة وبرضه بيت المساكن تجدوا تعاون اليوم من أفراد العائلة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وتوقف التفكير قليلا وابتعد عن المشاحنات العائلية ممكن اليوم تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو مسألة عائلية أهم إشي إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام. ممكن اليوم تناقش بنوع من أنواع الجفاء. حاول إنك تناقش بليونة تامة عشان الأمور تكون لصالحك. برج السرطان اليوم عندكم نشاط مميز. نشاط بالتنقلات بالسفريات القصيرة أو التنقلات ما بين المحافظات أو من مكان لمكان والاتصالات على أنواعها هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مناقشة أو إقناع أشخاص بوجهة نظرك بتعزز العلاقة اليوم مع أخ أو جار وبرضه بتكثر عندكم التنقلات والحركة والتواصل هاي فترة مميزة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء أنك ما تكثر المطالب وتجنب الاعتماد على أسلوب فض أثناء الحوارات وابتعد عن التحديات قدر الإمكان برج الأسد طبعا اليوم في فرصه لمكسب مالي بيجي عاده من عمل اضافي مع هيك بدكم تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضروريه ممكن اليوم تحصل على هديه او ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل الماليه او تحسين وضع مالي ممكن تناقش موضوع مالي اهم شيء انك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل واستشارة أهل الاختصاص. لا تبذر أموالك وكون عاقل بصرف الفلوس ومتيقظ قبل التوقيع على أي عقد أو أي أوراق دون قراءتها. لازم تقرأها وتستشير فيها. حدد أهدافك وإيش اللي أنت بدك إياه بالضبط. برج العذراء طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بسبب وجود القمر عندكم واليوم طاقته راح تكون أكبر من الأيام الماضية يعني اليوم بعمكم النشاط أهم شيء انكم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية بما أنه أنتم مرغوبين وبرضو طاقتكم عالية فأنتوا مرغوبين للجنس الآخر بشكل كبير اليوم ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد بتفرح لانفراج لا أو لتسوية لا أو لتطور أمر ما. اليوم ممكن تلفت النظر نظر الآخرين بأفكارك أو بأخلاقك أو حتى بسرعة بديهتك. ممكن تنهي المفاوضات لصالحك ولكن بهدوء بدون فرض الرأي. برج الميزان طبعا اليوم برضو متعب زي اليوم الماضي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب وهذا آخر يوم له يعني ابتداء من يوم السبت القمر راح يصير موجود عندكم فعشان هيك هذا يوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم اليوم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة تعتبر فترة إرهاق وتقاعس، ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة، وابحث عن الهدوء والسكينة، وحاول إنك تنتبه لصحتك بشكل جيد. يعني بمعنى آخر، هذا يوم اجعله يوم روتيني بدون ما تبدأ فيه بشيء جديد. برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم بشكل كبير اليوم اليوم نشاط اجتماعي عالي منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو حفل مثلا أو اجتماع بتطلب منك تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وبتتاح لك الفرصة اليوم لغربلة ومعرفة الصديق من العدو أكثر من المعتاد حاول انك تظهر انفتاح واهتمام ويهتم باصدقائك اذا حد طلب منك مساعده ما تقصر واذا انت بحاجه للمساعده ما تتردد بطلبها برج القوس يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه لكن بدك تنتبه انه هذا القمر موجود في بيت السمعة بدك تحافظ على انجازاتك القائمة في مكان العمل وعلاقتك مع المسؤولين ممكن تتلقى عرض او تجد نفسك في موقع مهم اهم اشي انك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برضو في نفس اللحظة دير بالك من أي شيء ممكن يشوه سمعتك لا تخالف القوانين ولا تدخل في أي شيء مشبوه برج الجدي بتنشط اليوم في مجال الدراسة وأمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو اتصالات خارجية مع أشخاص خارج البلاد أو بتفكر في أوراق أو معاملات إلها علاقة إما بالدراسة أو بالدراسة الجامعية تحديداً بتشعروا بالقوة في العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم اليوم ممكن تفرح لانفراج ملموس في أمر ما بترتفع فرص النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة اليوم برضو راح تتلقى إشارة إيجابية في أمر كان محيرك في الأيام الماضية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف اللي عصفت فيك في الأيام الماضية برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من شيء له علاقه بالشراكه او قروض او بنك او دين قديم الاهم انك تخففوا من النفقات المتصاعده حاول انك تطلب راي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل ماليه وهموم صحيه وعائليه خلال هذا اليوم باستطاعتك بحث موضوع قرض او تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم القمر مقابلك تماما فهو بدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم بالأزواج بالفترة هاي أو أي أمور إلها علاقة بالشراكة إما بالعمل أو بالعاطفة ولكن اليوم بما انه القمر منتحس ما بنصح لا إتمام خطوبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري لأنه شوي الكواكب مش بالوضع المناسب حاذر من توجيه كلام جارح خلال هذا اليوم أو نابي أو بغير محله لأي كان حاول أنك تضبط أعصابك لأنه طاقتك ضعيفة وخصمك في هاي الفترة بكون أقوى منك اليوم بتشتد المنافسة بينك وبين خصمك، أهم إشي إنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت مدان، وفي نفس اللحظة حاول إنك تنتبه لصحتك وتنتبه لطاقتك. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم، والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء